قبل الأخير في انطلاقاته هجن أصحاب السمو الشيوخ في هذا البرنامج اليوم ليحتوي على 14 شوطا خاصة بفئة الحولي والزمول، ومن خلال الانطلاقات بالتنافس والتحدي مع مسافة 8 كيلومترات تسير هذه الدفعة وتسير هذه الأسماء نحو الألقاب والأهداف والانطلاقات القوية. نرحب بكل الأخوة الحاضرين هنا في قلب الحدث في ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. نرحب كذلك بالأخوة المتابعين عبر دبي ريسنج وعبر ياس وعبر الكاس وكل القنوات الناقلة لهذا السباق والسوشيال ميديا الذين يتابعون كل صغيرة وكبيرة في مهرجان ولي عهد دبي في هذه النسخة من خلال الانطلاقات والتحديات. وصلنا إلى يوم الحولي والزمول إلى منافسات الكبار وهجن أصحاب السمو الشيوخ لتنطلق الحول نحو الهدف المنشود ونحو متابعة جماهيرها وعشاقها المتعطشة والمتلهفة لمتابعة ومشاهدة هذه الأصايل. إلى مقدمة الشوط حيث تتقدم الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما المركز الثاني نتابع في هذه اللحظات تواجد نوادر لهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري، بينما المركز الثالث تصل هنا الشاهينية الهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، بينما المركز الرابع من الجانب الآخر الشاهينية وهذه مهابة وصلت خذت المركز الرابع لهجن الرياسة. يأتي في التضمير صالح بن سعيد بالعري المري المركز الخامس، وصلت هجن العاصفة لتقدم الشاهينية مع غياث الهلالي هملولة في المركز السادس، حلت واستحلت هذا المركز مع المضمر هنا سلطان بن محمد الوهيبي المركز السابع السابع الدخول من خلال هذه اللحظات الشاهينية بشعار العاصفة وهجنها غياث الهلالي في التضمير. المركز الثامن وصلت الآن رندة حلت في المركز التاسع مشاهدين الأعزاء الثامن لهجن الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري المركز التاسع. هذه أفراح حاضرة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها طارش بن مبارك بالقوبع، والمركز العاشر هملولة لهجن الرياسة. وياتي في التضمير والتدريب سلطان بن محمد الوهيبي. ها هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى المتقدمة مشاهدينا الكرام في لقائها وفي منافساتها وفي انطلاقاتها فيما يدور من تحدي وتنافس بين شعاراتنا الكبيرة المتمثلة بهجن الرياسة والمتمثلة بهجن العاصفة والمتمثلة بهجن الشحانية. الكل من العشاق والمتابعين، الكل من يراقب هذه الأسماء الكبيرة التي خاضت كل جوانب السباقات في ميادين السباق في دول الخليج لتأتي كذلك مع هذا اليوم الختامي لانطلاقاتها على أرضية ميدان المرموم في مهرجان ولي عهد دبي. نعود إلى المقدمة وإلى الصراع حيث البداية الأولى مع الشاهينية لهجن الرياسة المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يقودها إلى ستارت خط النهاية في انطلاقتها وتحديها مع أول انطلاقات الصباح. نقل إلى الشاهينية من حلت على المركز الثاني. هذه الشاهينية الهجن العاصفة تتواجد على المركز الثاني بقيادة غياث الهلالي نوادر تحل على المركز الثالث. هذه نوادر تعود ملكيتها مشاهدي الأعزاء الهجن الشحانية، بينما في التضمير سالم بن فاران المري المركز الرابع. هذه اللي وصلت تقدمت الشاهينية الأخرى لهجن العاصفة مع غياث الهلالي التضمير والتدريب. المركز الخامس هملولة هملولة لهجنة الرياسة ومع المضمر والمتابع سلطان بن محمد الوهيبي خاذت هذه اللحظات الهجني موقعها الصحيح حتى اللحظة. أن ننتقل للمركز السادس
وياتي دور الشاهينية الهجن العاصفة في منتصف الميدان مع غيات الهلالي. المركز السابع، المركز السابع، نتابع هذه اللمة، هذه الأبكار أو هذه الحول اللي وصلتها ملولة هجن الرياسة مع سلطان بن محمد الوهيبي، وكذلك القدوم من رندة لهجن الشحانية. ياتي البرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري الشاهينية على المركز التاسع لهجن العاصفة غيات الهلالي في تضميرها ومهابة لهجن الرياسة، تتواجد على المركز العاشر مع المضمر سلطان أو صالح بن سعيد بن علي المري. ها هي الأسماء مشاهدينا الكرام مع انطلاقة أول أشواط اليوم، أول أشواط اليوم بمتابعة مخرج هذا السباق وليد البارودي وطاقم العمل الفني لقناة دبي ريسنج، وكذلك كل متابعينها في أنحاء العالم. إلى المقدمة والصدارة على الهواء مباشرة، شوف هذه اللي أمامكم الشاهينية تقود هذه الأسماء، تقود هذه الأسماء، هذه الشاهينية الهجنة الرياسة يضمرها المتابع والمضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري على قائمته وقمة الشوط. بينما المركز الثاني، المركز الثاني هجن العاصفة هنا مع الشاهينية، كذلك تليها وتتليها الشاهينية من هجن العاصفة مع غياث الهلالي في التضمير والتدريب. بينما هذه القادمة نوادر لهجن الشحانية، لهجن الشحانية مع المضمر الذهبي سالم بن فاران المري مع كل الخبرات المتجمعة في رأسه، يأتي ويقدم هذه الأسماء. أما المركز الخامس، المركز الخامس من خلال هذه يعني في وسط العمالقة، في وسط العمالقة لكن دائما في رأسه روس بويابر. شوف المركز الخامس، المركز الخامس هملولة لهجنة الرياسة، وياتي المضمر سلطان بن محمد الوهيبي ياتي يقدم كذلك المركز الخامس. المركز السادس هجنة العاصفة تقدمت وتقدم كذلك الشاهينية. المركز السادس نشوف القدوم الآخر من هملولة لهجنة الرياسة حلت المركز السابع مشاهدين الأعزاء بقيادة سلطان بن محمد الوهيبي، يعني ممكن تكون أخطر وحدة في هذا اللقاء على حسب المعلومات. نقل إلى المركز الثامن، الثامن هجن العاصفة مع غياث الهلالي، مهابة تحتل المركز التاسع هجن الرياسة، صالح بن سعيد بالعري المري يضمرها. والمركز العاشر هذه رندة، هذه رندة يتواجد لهجن الشحانية بقيادة جار الله بن محمد بن عقيل المري. هذه النتيجة أيها المشاهدين الأعزاء للعشر الأسماء، لا زالت الأسماء كما كانت، والمجازف لا زال أمامكم، لا زال أمامكم مجازف بكل يعني ما أوتي من سلاح على أرضية الميدان، لا زال يقدم هذه المشاركات الفعالة المعروفة مع هجن الرياسة. وها هو يقدم الشاهينية في هذا اليوم، يقدم الشاهينية تقود الشوط من بدايته، من بدايته حتى هذه اللحظات، وهي يعني مرافقة الكادر الأول ومرافقة النواميس ما شاء الله. بينما المركز الثاني، المركز الثاني هذه الشاهينية هجن العاصفة حاضرة في المركز الثاني، الشاهينية الهجنة العاصفة حلت في المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء. بينما في التضمير غياث الهلالي، انتقل مع نوادر تتواجد على المركز الثالث، نوادر لهجن الشحانية وصلت الآن خذت المركز الثالث. بينما في التضمير سالم بن فاران المري، المركز الرابع وصلت
المركز الرابع وصلت هملولة من هجن الرياسة بقيادة سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الخامس الآن اقتراب من الشاهينية الهجن العاصفة غياث الهلالي في التضمير. وصلت الشاهينية الهجن الرياسة على المركز السادس وسلطان بن محمد الوهيبي. المركز السابع والثامن هجن العاصفة يقدمون الشاهينية والشاهينية. المركز التاسع أيضا الشاهينية الهجن الرياسة. ياكم المجازف من جديد بأسماء أخرى قادمة في هذه اللحظات. شوف 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 الشعارات، خمسة للعاصفة، أربعة للرياسة، هناك للشحانية مشاركة في هذه اللحظة. لكن شوف ما شاء الله الشاهينية لا زالت منفردة بالمركز الأول حتى هذه اللحظات. هذه الشاهينية 1200 على خط النهاية. الشاهينية طايرة بناموس هذا الشوط لهجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري مقدم الشاهينية. ورا الشاهينية في المركز الثامن والتاسع أيضا بنفس الشعار نفس المضمر، يعني عنده خطط تكتيك تكتيك أبو سعيد. بينما المركز الثاني العاصفة قادمة، لكن الهملولة هملولة لهجن الرياسة بقيادة سلطان بن محمد الوهيبي والشاهينية لهجن العاصفة. الشاهينية لهجن الرياسة الجماعة جايين والمجازف مسيطر مسيطر، يكلمونها يكلمونها على صوت السماعة. يا بلهم وحدة غيرها، يا بلهم وحدة غيرها، لأن خلاص هذه راحت ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك الله يزيد ويبارك. هذه مشاهدين الاعزاء مؤسسة هجن الرياسة دائما خابرينها بكل ما اوتيت من يعني مشاركات اندفاعات وتسعيرات. هذه ثمارها تحصدها في كل الميادين في كل المشاركات في كل الانتصارات صباح ومساء مساء وصباح. لكن شوف صباحنا جميل، صباحنا مع هجن الرياسة بثنائية مع المجازف بثنائية مع المجازف بثلاثية لهجن الرياسة مقدمة. يا سلام، هذه اللي أمامكم مسيطرة، هذه الشاهينية. الشاهينية خدت يايتنا ياكم المجازف من جديد. هذه الشاهينية خذت موقعها الصحيح، هذه موقعها الصحيح مشاهدي الأعزاء. هذه الشاهينية احتلت المركز الأول بدون أي تعليمات، العصا في البطان. تهانينا والناموس لمؤسسة هجن الرياسة على هذا الفوز والانتصار. شكرا المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري أول وثاني. المركز الثالث هملولة الهجن الرياسة، المركز الرابع الشاهينية لهجن الرياسة، والمركز الخامس هملولة لهجن الرياسة. هكذا كانت النتيجة من خلال الانتصار والتنافس والتحدي في أول القرارات الصباحية في أول الانتصارات المثيرة. لكن هجن الرياسة مشاهدين الأعزاء هنا في انتصار وتحدي كبير. 12 دقيقة و28 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة وللمجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الثاني 12 دقيقة 29 ثانية، جزء واحد من الثانية. هي الشاهينية لهجن الرياسة ومع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هملولة حلت في المركز الثالث لهجن الرياسة. تهانينا والناموس 12 دقيقة 30 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة وللمضمر سلطان بن محمد الوهيبي. هكذا كانت النتيجة، أول الانتصارات حمراء بثلاثية أو بخماسية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم.